نعقد اليوم الدورة السابعة للمنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية بشراكة مع مجلس الاقتصادي والاجتماعي، واعتقد بان هذه الدورة تتكلم عن رأس المال البشري، على اعتبار بان احنا كمغاربة عارفين بان الثروة الحقيقية ديالنا هو العنصر البشري، والاهتمام بالعنصر البشري المغربي هو صمام الأمان من أجل التنمية الاقتصادية الاجتماعية ومن أجل السلم الاجتماعي، والاهتمام بالعنصر البشري في هذه اللحظة وفي كل اللحظات هو اللي يمكن يعطي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أعتقد بأن الخلاصات والتوصيات ديال هذا المنتدى سنترجمها في شكل أولا اقتراحات قوانين، وفي شكل كذلك استراتيجيات اللي غادي نعرضوها على الحكومة من أجل تطبيق ديال مجموعة المقتضيات اللي فيها، اللي غادي تكون مساهمة حقيقية ديال مجلس المستشارين في النقاش العمومي أولا، وفي كذلك رسم استراتيجيات حكومية متعلقة أساسا بالعنصر البشري. هذا المنتدى هي السنة السابعة باش يتنظم وحول العدالة الاجتماعية، والموضوع اليوم هو موضوع جد مهم، حيت كيفاش يمكن التثمين تاع الموارد البشرية تاع البلاد. تعرفوا بأن كل بلاد عندها عدة موارد، ولكن المورد الأساسي هو الموارد البشرية وكيفاش يكون التثمين ديالها. ولهذا احنا كمجلس عملنا عدة تقارير منذ 2013 وحنا تنهضروا على التثمين تاع الموارد البشرية تاع الرأس مال البشري، وجينا اليوم قدمنا عدة توصيات. بالطبع ماشي هي كل التوصيات اللي موجودة في التقارير، ولكن شنو قلنا؟ قلنا أول حاجة هي خصنا بدا نركزوا على التعليم والتكوين طول الحياة، مدى الحياة. علاش؟ حيت الأشياء تتغير بسرعة. كانت واحد الدراسة في 2020 اللي دارها داك المنتدى الاقتصادي العالمي الواف World Economic Forum، تبرهنات بأن 65% نتاع التلاميذ اللي تيدخلوا للمدرسة الابتدائية اللي عادي يخرجوا منها عادي يشتغلوا في واحد المهن اللي ما كانتش موجودة في 2020. ولهذا لابد تعرفوا التكنولوجيات تتغير، الطريقة العمل تتغير، المهن ما تتبقاش نفس المهن، فلابد خصنا يكون التكوين والتعليم على مدى الحياة كيفاش نقويوه وكيفاش نشجعوه. النقطة الثانية، مع الأسف تنشوفوا بأن كاين عدة كفاءات اللي تتهاجر المغرب. وعلاش؟ حيت ما تجبرش واحد المناخ اللي يمكن لا تستخدم فيه اللي تيعترف بهذه الكفاءات ديالها. ولهذا تنقولوا بأن خص يكون تشجيع نتاع المقاولات ونتاع الإدارة باش هي تكون واحد التدبير نتاع الموارد البشرية معقلان، تيكون التحفيز نتاع الأخذ المبادرات، يكون تحفيز نتاع الاداء، تيكون تحفيز نتاع الابتكار. نقطه اخرى اللي تنعرفوها في البلاد هو كاين واحد المهن اللي عاد تنضات ما تبقاش. علاش؟ حيت كاين واحد المهارات اللي تتكون هي في داك المهن، مثلا الصناعه التقليديه، فلهذا داك المهارات خص يكون التجريد ديالها وخصنا نحميوها باش تعطى من جيل الى الاخر ولا عاد تمشي هاد المهن. نقطة أخرى مهمة هي هو تنشوفوا بأن كاين أنماط جديدة للعمل، كاين العمل عن بعد، كاين داك الفضاءات المشتركة باش يمكننا مثلا فعط ما كل شيء يمشي نفس المدينة نعملوا واحد الفضاء مشترك في سلا، والناس اللي تيخدموا في عدة وزارات يمكن لهم يخدموا في نفس الفضاء. كاين داك الخدمة نتاع الناس اللي تيخدموا عن طريق المنصات الرقمية، هو راه خدام مع جوجل ولكن راه موجود هنا اليوم. كيفاش يمكن هاد الفرق الاجتماعيين والاقتصاديين يتجمعوا باش نقنوا هاد الانماط الجديده نتاع العمل؟